النشرة الرئيسة من الاقتصادية الأولى نستهلها بالعناوين. في رسالة له بمناسبة يوم الشهيد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يؤكد أن الاقتصاد الوطني على سكة النجاعة والتنافسية. فلاحون يبررون عزوفهم عن الانخراط في التعاونيات الفلاحية بغياب المحفزات. وفي أخبارنا أيضا، الصناعة الكهرومنزلية في الجزائر تحقق طفرة نوعية لتصبح منافسا شرسا لأفضل الشركات العالمية. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى تفاصيل النشرة. بداية، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للشهيد الموافق ل18 فبراير من كل سنة أن الجزائر وصلت إلى المؤشرات التي تضع الاقتصاد الوطني على سكة النجاعة والتنافسية، مشيرا إلى ما تم تحقيقه على المستوى الاجتماعي من مكاسب لحفظ كرامة المواطن الجزائري. وأضاف الرئيس تبون في ذات الرسالة أن صوت الجزائر ظل مسموعا خارجيا مع تعزيز مكانتها إقليميا ودوليا، مشيدا بما أحرزته من شراكات استراتيجية متنوعة في عالم مشحون بالتجاذبات والتقلبات وتضارب المصالح. وفي ختام رسالته، شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر تسير نحو بناء الحاضر والمستقبل بسواعد بناتها وأبنائها، عازمة كل العزم على المضي إلى ما يليق برصيدها التاريخي. دبلوماسيا، يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يشارك في أشغال القمة الإفريقية 37 التي افتتحت اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية. التقرير لأمير أمكيداش. تحت شعار تعليم إفريقيا صالحة للقرن 21 وبناء نظام تعليمي مرن لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل والجودة مدى الحياة والتعلم ذي الصلة في إفريقيا، انطلقت أشغال القمة الإفريقية 37 بمشاركة الجزائر والتي يمثلها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف وكذا رؤساء دول وحكومات إفريقية. وعلى مدار يومين ستعرف أشغال هذه الدورة مناقشة العديد من ملفات الساعة والمسائل الدولية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع الأمنية بالقارة الإفريقية، الإصلاح المؤسساتي لأجهزة الاتحاد الإفريقي، تنفيذ الأجندة التنموية 2063، وكذا تفعيل القوة العسكرية الإفريقية الجاهزة. كما سيركز القادة على منطقة التجارة الحرة القارة الإفريقية والنظر في القضية تغيير المناخ الحاسمة، وكذا الدفاع من أجل إجراء إصلاحات عالمية للمؤسسات المالية. إلى ذلك، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي اليوم بأديس أبابا أن قطاع غزة يتعرض للإبادة الجماعية بشكل كامل وأن الشعب الفلسطيني محروم من كل حقوقه، مضيفا في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة العادية 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أن العمليات العسكرية الصهيونية لا شبيه لها في تاريخ الإنسانية. وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري وتفادي استهداف المدنيين والمنشآت في القطاع يعد انتصارا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية.
في موضوع آخر، دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى ضرورة تأسيس تعاونيات خاصة بتصدير أقول منتجاتهم الفلاحية والتكتل لمتابعة مسار عملية التصدير ووضع حد للمضاربة. المزيد في تقرير سعيد طيباوي. بالرغم ما تقدمه مختلف مكاتب التعاونيات الفلاحية عبر ربوع الوطن من دعم وإعانات معتبرة، لا يزال أداؤها ضعيفا ومتذبذبا نتيجة غياب ثقافة الانخراط لدى الفلاح، وكذا الثقافة التي لم تحقق جهود التعاونية الفلاحية تماشيا مع مستوى تطلعات سياسات وبرامج الدولة التنموية. من كل الجهات تقريبا، من كل الجهات إلا من مديرية الفلاحة أعطتنا الاعتماد في وقته طلبناه أعطتنا، بقينا من إيه اجري هك نجري هك، نروح للزاير اكتب للزاير دير منا دير هذه دير هذه، وجدنا الملف كما راهو ديما يقول لك خاصك كذا، هاي خصتك هذيك هاي خصتك هذيك، لحد الآن ما ديماريناش، كي الجيران ديماريو درك ما قال به يعاونونا الشركات ولا كذا يعطيونا يعطيونا نقولوا قرض هكذا نمشيو به به نعمروا الفلاحين وكذا، والفلاح يمن بالملموس ما يمنكش هكذا روح انخرط وجيب صورت كلو صورت كلو، هذه ما يمنش بها الفلاح. تعددت الأسباب التي فاقمت من عزوف الفلاحين للالتحاق بالتعاونيات الفلاحية بالرغم من دعوة الحكومة للمهنيين والشركاء في قطاع الفلاحة إلى ضرورة تأسيس تعاونيات نشطة والانخراط فيها من أجل التوجه الفعلي نحو التصدير لمختلف المنتجات الفلاحية والحد من الاستيراد. لم تحقق التعاونيات الأهداف المنوطة بها وبقيت خارج القانون وخارج الاستغلال، لقد حان الوقت لإعادة تنظيمها وتسويتها من أجل إعادة البعث والانخراط المكثف عبر جمع العديد من الناشطين الذين يتوفرون على طاقة إنتاج كبيرة تمكنهم من فرض منطقهم في السوق وفرض السعر المناسب والمعقول وعدم تركه للوسطاء الذين يعبثون بالقدرة الشرائية للمواطنين. تحقيق التواصل الفعال بين المنتجين والتعاونيات الفلاحية أصبح ضرورة حتمية لكسر شوكة المضاربين التي تمس استقرار الأسواق وبداية عهد جديد يتوجه المنتجون للتصدير نحو الأسواق الدولية، ناهيك عن الامتيازات التي ستمكنهم من رفع أدائهم وتحقيق مكاسب هامة. نبقى في الفلاحة، إذ يبدو أن تساقط الأمطار مؤخرا على المناطق الشمالية للوطن قد بعث الأمل في نفوس الفلاحين لتحقيق موسم فلاحي متميز، فيما دعا بعض المختصين للاعتماد على المياه الجوفية والمصفات وأساليب الري الحديثة لتجنب سيناريوهات ظاهرة الجفاف. مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي لمصطفى بن أمزال. كمية الأمطار الأخيرة المتهاطلة على بعض الولايات الشمالية الشرقية والوسطى أحيت الأمل لدى الفلاحين في إنجاح الموسم الفلاحي لما لها من تأثير على مختلف المنتوجات الفلاحية وعلى أسعارها في الأسواق. أمطار اليوم يتفائل بها كل الفلاحين وممكن يعني تكون تعود بالفائدة وبالمردود يعني الجيد على خاصة شعبة الحبوب، ونتكلم حتى على الأشجار المثمرة وحتى على البقوليات التي الجافة التي لا تحتاج أمطار كثيرة. رغم عودة الأمطار بعد فترة انقطاع إلا أن المختصين يرافعون من أجل الاعتماد على طرق حديثة للري في المجال الزراعي لتفادي تكرار سيناريوهات الجفاف بسبب التغيرات المناخية التي أثرت سلبا على مردودية الإنتاج الفلاحي في السنوات الأخيرة. كميات نتاع المياه موجودة، غير أن الأمطار الموسمية تأتي متأخرة بطبيعة الحال، يجب الاستعانة بما يسمى بالري التكميلي الذي يمكننا من نجاح الموسم الفلاحي وتكثير من إنجام محطات تصفية مياه المستعملة وإسراع في تحلية مياه البحر. يمكن في المستقبل أن نعتمد على هذه المصادر دون الاعتماد على الأمطار الموسمية. ويبقى الاستعمال العقلاني في المزج بين الاعتماد على المصادر التقليدية للمياه والأساليب الحديثة للري هو الحل الأمثل لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وتأثيرهما السلبي على مردودية الإنتاج الفلاحي.
في قطاعي المالية، احتضنت ولاية بومرداس فعاليات الملتقى الجهوي الأول حول البورصة ودورها في تمويل التنمية المحلية تحت إشراف المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية ببورصة الجزائر. الملتقى إذن شارك فيه مختلف المدراء العامون للبنوك الخاصة والعمومية. المزيد مع سارة عللي. الملتقى الجهوي الذي احتضنته ولاية بومرداس بحضور خبراء ومدراء عامون للبنوك الاقتصادية الخاصة والعمومية لتفعيل بورصة الجزائر التي تعد جزءا لا يتجزأ من مشاريع الجزائر الجديدة، يهدف إلى تجسيد جملة من المشاريع المدرجة التي لا تزال قيد الإنجاز. ووفق ما هو معمول به في الدول المتطورة وبحكم السرعة التي يتميز بها النشاط التفاعلي داخل البورصة، فإن هذه الأخيرة تسمح بتسريع البحث عن الحلول لإعادة بعث المؤسسات على المستوى الجزئي أو الكلي، المحلي، الوطني وكذا الدولية. هذه الإنجازات تحظى باهتمام كبير من طرف رئيس الجمهورية لتوفير المناخ الاقتصادي والمالي الملائم، وذلك بإعادة النظر في منظومة القوانين المتعلقة بالبنوك والنظام الضريبي، خاصة بعد الإصلاحات الجذرية التي مست قانون الصرف والنقد، والتي من شأنها تشجيع الشركات والمؤسسات على فتح رأس مالها والانخراط في البورصة لرفع حجم التداول اليومي للأسهم والسندات. هذا اللقاء الجهوي انطلق في بومرداس، وستليه لقاءات جهوية أخرى في كل من ولايات وهران، قسنطينة وورقلة لتفعيل دور البورصة ومساهمتها في التنمية المحلية. في الشق البيئي، تراهن الجزائر على الاستراتيجية التي وضعتها في مجال تسيير النفايات للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وهو ما يعكس جهود السلطات العمومية إلى جانب الهيئات العالمية لتحقيق الانتقال الطاقوي وإنجاح مخطط الاقتصاد الأخضر. منال الزواوي والتفاصيل. خلق تعاون مثمر بين مختلف الفاعلين من الهيئات الوصية والباحثين الأكاديميين للشروع في تقليص كمية النفايات الموجهة للمفرغات العمومية بهدف التقليل من الدعائم السلبية التي تلحق ضرراً كبيراً للمجتمع وللبيئة، يأتي هذا في الوقت الذي تلتزم فيه الجزائر دولياً بتقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. كرياض، مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي والجامعة والوكالة الوطنية للنفايات، درنا كونفنسيون حول قوموا لهم بدراسات اجتماعية واقتصادية النفايات في الجزائر أو تسيير النفايات في الجزائر. هذه المبادرة قيام بدراسة سلوكيات المواطنين حول النفايات، دونك السلوكيات الاجتماعيه والاقتصاديه، القطاع، الخدمات، نحن ندرسوا الخدمات حول الاسواق الجواريه الموجوده في الجزائر، الشباب اللي نشوفهم اللي عندهم مقاولتيان، هم يديروا في رفع النفايات او كولكت لي ديشي وكيفاش يخدموا بهم. تسعى الجزائر من خلال الأطراف الفاعلة بدعم ومرافقة نشاطات ومشاريع خاصة بالتسيير المدمج للنفايات عن طريق تجسيد شراكات بين مختلف الفاعلين لدمج نتائج تحقيقات أكاديمية الأولى من نوعها وطنيا لدراسة المواطنين المتعاملين الاقتصاديين وبالأخص الشباب، لوضع آليات تشجع على تسيير النفايات وتجسد حلولا مبتكرة بيئية اقتصادية واجتماعية. في السياسة تاع الجزائر حول تخفيف من عبء الريشوفمون كليماتيك، دونك والتقليل من ليزيفيت غاز ايفيت سير، وفي هذه السياسة تاع الجزائر النفايات عندهم دور كبير جدا، لان نعتبروا بلي هذه النفايات هما نفايات اقتصادية وكذلك نفايات لها ضرر اجتماعية. مع مختلف التحديات المتعلقة بالمشاكل البيئية، يبقى التحسيس والتوعية وكذا التطبيق الفعلي لمختلف المشاريع الفعالة في إطار تسيير النفايات ركيزة أساسية لبناء مجتمع مسؤول يمكنه لعب دور أساسي في تحقيق أهداف شاملة للتنمية المستدامة.
في قطاع النقل، نظمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم بالتنسيق مع المعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابية التابع للاتحاد العام للعمال الجزائري، نظمت يوما إعلاميا لإطلاق برنامج تكويني لفائدة إطارات وممثلي عقول العمال حول أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي وكذا الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل. التغطية لولاء بربالة. في إطار تعزيز الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، نظمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالتعاون مع المعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابية التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين برنامجا تكوينيا لإطارات وممثلي العمال. هذه الدورة التكوينية اللي تكون عندها مدى وصدى يمس العمل اليومي لهذه الشركة، عندها برامج مستقبلية كبيرة خاصة الخط السككي بشرق البلاد منجم بلاد الحدبة لنقل أكثر من 13.6 مليون طن إلى ميناء عنابة، بالإضافة إلى مشروع غار جبيلات اللي سوف نقوم بنقل حوالي أكثر من 50 مليون طن سنويا من غار جبيلات نحو بشار ونحو النعامة. مثل هذه اللقاءات ما تقدر تكون إلا عندها une répercussion sur la stabilité de l'entreprise, de toute entreprise. Cette stabilité qui هو l'environnement favorable pour tout développement. الهدف من تنظيم هذا البرنامج التكويني هو التعريف بالضوابط والآليات التي تحكم العلاقة بين المسيرين والشريك الاجتماعي من أجل توفير مناخ اجتماعي مهني يسمح بتجسيد الأهداف الاستراتيجية للشركة الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية. حاولنا أننا نشرح أنه فيه فرق ونميز بين ما هو نشاط نقابي وما هو التزام مهني داخل المؤسسة، وبالتالي فيه آليات تنظم هذه العلاقة في إطار أولا يعني احترام الإجراءات القانونية المحددة للقوانين الأساسية للمنظمات النقابية والتي يجب عليها الالتزام بها طبقا لما جاء به القانون الجديد. سانديكاليس قد ما يكون فورمي قد ما راه يقدر يعني يلحق الانشغالات تاع العمال بطريقة جيدة، ومام طون التكوينات هادوما يعني نحو الممارسات العشوائية. وتحرص الدولة من خلال إصدار أحكام القانون المتعلق بممارسات الحق النقابي وكذا الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل على تجاوز ثغرات التشريعات السابقة من أجل حماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية للعمال. ومن النقل إلى الصناعة، حيث حققت الصناعة الكهرومنزلية في الجزائر طفرة نوعية جعلتها منافسا شرسا لأفضل الشركات العالمية بعد أن حازت على رضا التاجر والزبون، ما مكنها لأن تصبح شعبة صناعية داعمة للاقتصاد الوطني ورافدا من روافد التنمية. بقي التفاصيل في التقرير التالي. نقلة نوعية عرفتها الصناعة الكهرومنزلية في الجزائر جعلتها منافسا قويا لأفضل الشركات العالمية بطرحها العديد من المنتجات ذات الجودة الرفيعة وبتكنولوجية حديثة نالت رضا التاجر والزبون في آن واحد. يعني صافا الحمد لله، أنا نشوف بلي تحسن ملحوظ كل يوم، وين يحسنونا في الجودة كل يوم، وين يجيبونا كما نقولوا منتوجات أو لا. الحمد لله أنا نتحسنوا فيهم ونطوروا فيهم، وكاين تحسن في بالنسبة للإنتاج هذا القطاع. انجينير الإلكتروميناجر هنا في بالنسبة لنا في الجزائر رانا في المستوى دون الدومين ديال الإلكتروميناجر، سواء كان قارنوا مع البرودوي أوروبي ولا يعني كلش يعني كلش متوفر في الإلكتروميناجر. اون جينيرال فالكتروميناجي في الكتروميناجي شفنا تطور ملحوظ على كل حال، ابور كاليتي بري يعني ميم فلا كاليتي حاجه لاباس، سواء في التلفزيون ولا في الكليماتيزاسيون ولا. بتنوع اسماء الشركات الموجوده في السوق الوطنيه تختلف اسعار المنتوجات حسب جودتها ومميزاتها التي توفر للزبون تشكيله متنوعه للاختيار.
اسعار تاع الاجهزه الكهرومنزليه رانا ننتظروا باش ان شاء الله تكون كاينه الوفره، ودائما مع الظروف هذه اللي توفرها الحكومه لهذ المنتجين ان شاء الله يكون كاين انخفاض اسعار من ان شاء الله للصيف الجاي. راني نشوف الاسعار مش بعيده بزاف على المنتوجات الاجنبيه. الو انا شخصيا والله ماذا بيا نشري كلش جزائري. سا ديبون لي مارك، دوك كاين دي مارك وين اون كاليتي فريمون طالعه تلقى لي بري عاليين، وكاين وين يعني في المتناول. انا نهضر لك على لي بري في الاونه الاخيره، سي دي بري ريزونابل، سي دي بري ريزونابل. عوامل عديده تتحكم في سوق الاجهزه الكهرومنزليه تلقي بظلالها على الاسعار، فكل علامه تحاول فرض تواجدها لدى العائله الجزائريه. تصنيع الأجهزة الكهرومنزلية يعني يكون مرهون بسعر المواد الأولية في الأسواق الخارجية، بما في ذلك يعني المواد التي تسوق عبر البورصة العالمية. سعر النقل أيضا يؤثر مباشرة على سعر المنتوج النهائي الذي يسوق للزبون. هي بالنسبة للتسعير تاع هي تخضع لقوانين تسعير أولا، وقوانين التصنيع وإخراجها إلى السوق، بينما تكون هناك دائما دراسة سوقية تتبع الحالة الاقتصادية أو التي يكون المواطن بالنسبة لي يعني ممكن أنه ما تكونش عنده قدرة شرائية. عندنا نحبوا نكونوا مع المتتبعين تاعنا، يعني مع المستهلكين تاعنا، نرافقوهم، نعطيولهم عروض، نخلوهم يعني كيلتاس لو برودوي وكي يعيشوا معنا. يعني هي فقط مو فقط عروض، ولكن نحبوا ناخذوا آرائهم، نحبوا نعرفوا حاجياتهم باش احنا يعني نحاولوا نلبيوها في القريب العاجل. طفرة في شعبة التجهيزات المنزلية بفضل المنافسة بين العديد من الأسماء التي تحاول دائما إرضاء الزبون، ما خولها لتصبح شعبة صناعية داعمة للاقتصاد الوطني بعد أن باتت الكثير من العلامات تصدر منتوجاتها إلى إفريقيا، ويشكل قيمة إضافية من ناحية توفير العملة الصعبة وكذا امتصاص البطالة. في عالم الصناعة دائما، حيث عرفت الجزائر في الآونة الأخيرة انتعاشا في قطاع الشركات المناولة المختصة في إنتاج لواحق المركبات، وهذا تزامنا مع عودة نشاط سوق السيارات بالجزائر، حيث استطاعت منتجات هذه المؤسسات منافسة الماركات العالمية، وكذلك هو الحال بالنسبة لشركة بولينازا المختصة في إنتاج معدات التنظيف. خير تفليس وروبورتاج التالي. بأيادي جزائرية 100% وبمواد أولية محلية، تراهن شركة بولينازا ببلدية الرويبة بالجزائر العاصمة المختصة في إنتاج معدات تنظيف السيارات على اكتساح السوق الجزائرية بمنتجات مختلفة على غرار عطور السيارات، منظفات المحركات ومختلف السوائل التي تستعمل للمركبات. بولينازا تحتوي على كل المنتوجات اللي يستهلكها المستهلك في الفواتير تاعو، في السياره تاعو، بما يخص فيها الموتير، ايجون، طابلو، دي بارفان، فيها حتى كوتي ميكانيك، كوتي لاطول، وعلامه تاعنا علامه جدا ممتازه والجزائريه وصنع محلي 100%، مام المواد الاوليه صنع محلي 100%. الولوج إلى الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية منها هو ما تسعى شركة بولينازا بلوغه بعد أن استطاعت تسويق منتجاتها ذات الجودة العالمية عبر مختلف ولايات الوطن. احنا من قبل في السوق احنا كنا امبورتي واكسبورتي، احنا عندنا شركة استيراد صغير، احنا من قبل كنا في هذه الأسواق بعلامة كيدو معروفة كنا فيها، وعندنا مصداقية مع التجار، عندنا مصداقية مع لي بونفون اللي يتعاملوا معاهم، وكرينا لهم هذه العلامة التجارية بولينازا، كريناها لهم باش تكون في الأصل تاع المنتوج السابق كادو. وتعتبر شركات المناولة المرافق الأساسي للشركات الكبرى، حيث تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، خاصة وأن الجزائر قد شرعت في إنتاج السيارات، مما سيمكن هذه الشركات من توفير لواحق السيارات والاعتماد أكثر على المنتوج المحلي.
في أخبارنا الدولية، أزمة سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر وما تبعها من تهديد لحركة الملاحة في قناة السويس أعادت النشاط لمشروع الربط التجاري بين مصر الأردن والعراق، وكذا المسارات الأخرى التي تربط دول الخليج بمصر. ورقة في الموضوع مع نور اليقين العرشي. انعكست التوترات الحالية في منطقة البحر الأحمر إيجابا على النشاط التجاري عبر الخط الرابط بين الدول الثلاث، والذي جاء بالتنسيق بين وزارات النقل لكل من مصر الأردن والعراق من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، مما جعل هذا الوضع يعزز من أمن واستقرار المنطقة لضمان استقرار تدفق البضائع والتجارة. ويمر هذا الخط التجاري بمرحلة أولى يتم فيها تشغيل جزء من خط تجارة لوجستي متكامل ومتعدد الخدمات، كما يجري من خلالها تنفيذ 7 ممرات لوجستية تنموية دولية، مع العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل، وذلك من خلال إنشاء خط سكة حديد بطول 500 كيلومتر لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا. وفي نفس السياق أكدت وزارة النقل المصرية حرصها على توفير وتقديم كافة أشكال الدعم لهذا الخط الجديد من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين، كما قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر عبر الأراضي المصرية، إضافة إلى تجهيز البنى التحتية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية. ورغم التحديات التي طرحتها التوترات الحاصلة في البحر الأحمر إلى أنها شكلت فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الثلاث، حيث من الممكن أن تحفز هذه الظروف على استثمارات جديدة في البنى التحتية وتحسين إجراءات الأمن، وكذا تدعيم التبادل التجاري، مما يعزز من دور الخط الحيوي وتطوير الاقتصادات الإقليمية. قبل أن نفترق مشاهدينا الأعزاء، هذا تذكير بعناوين النشرة. في رسالة له بمناسبة يوم الشهيد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يؤكد أن الاقتصاد الوطني على سكة النجاعة والتنافسية. فلاحون يبررون عزوفهم عن الانخراط في التعاونيات الفلاحية بغياب المحفزات. وفي نشرتنا تابعتم الصناعة الكهرومنزلية في الجزائر تحقق طفرة نوعية لتصبح منافسا شرسا لأفضل الشركات العالمية. وصلنا إلى الختام، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.